هل تعلم ان بشكل او باخر كلنا بنكون عندنا تحيز لفكرة معينة او حاجة معينة؟ وبالنسبة لناس كتير وانا حتى منهم بنعتبر ان احنا ما عندناش تحيز مقارنة بناس تانية كتير. وفي الحقيقة لو انت بتفكر كده اصلا فانت عندك تحيز. في الفيديو ده انا هتكلم معاكو وهخليكو تتعرفوا على انماط مختلفة من التحيز اللي ناس كتير على وجه الارض بتفكر بيها وبتنحاز لفكرة معينة، وازاي تقدروا تستغلوا ده في السيلز وانتوا بتبيعوا اي حاجة عشان تزودوا الكونفرجن ريتس وعشان تزودوا نسبة المبيعات اللي انتوا بتبيعوا بيها ايا كان المكان اللي انت بتبيع فيه، سواء انت بتبيع على اعلانات، على ستيج، في اونلاين ايفنت، على زوم، على لايف ويبينار. وهيكون عبارة عن دمج ما بين علم النفس وما بين المبيعات عشان تفهموا الدماغ ماشية ازاي، وهتستخدموا ده بقى في المبيعات، في الماركتينج، او في الاقناع عموما في حياتكم بشكل عام. يلا بينا. يا اهلا وسهلا، معكم اسلام صلاح، والنهارده انا هتكلم عن السيلز. بقالي فتره كبيره ما اتكلمتش عن السيلز، وحسيت ان انا عايز اطلع كده اغير واكسر الجو بتاع الفيسبوك وبتاع، واتكلم عن توبيك مهم جدا لناس كتير من اللي بتحاول تعمل سيلز، الا وهي ازاي قراراتنا واسلوب تفكيرنا بيأثر على الحاجه اللي بنشتريها او على القرار اللي احنا بناخده في اي عمليه شراء، او لو انت بتبيع لحد فده هيأثر بالتاكيد على قراره بالنسبه للشراء منك. وفي الفيديو ده انا بتكلم عن الانحياز تقريبا، وهبتدي اقول لكم على يعني ايه انحياز وايه علاقة الانحياز بالشراء وبننحاز لايه وده علاقته ايه بالشراء. فلو انت اول مرة تنورني هنا في التشانل ما تنساش تدوس على علامة السبسكرايب، وما تنسوش كلكم تدوسوا على اللايك وتفعلوا علامة الجرس عشان كل الفيديوهات الجاية توصل لكم باذن الله. ويلا بينا نشوف بقى الناس بتنحاز لايه. اول حاجة الناس بتنحاز ليها هي القرارات او الاراء اللي احنا بنقولها وبتبقى نابعة من جوانا. يعني على سبيل المثال لو انا قلت لك نقي ابل ولا سامسونج، نقي حاجة منهم كده، بتحب ايفون ولا سامسونج مثلا نوت 10، قول لي رأيك وليه. هتقول لي الحاجة اللي انت مقتنع بيها وهتفضل تدافع عنها مهما انا قلت ومهما حاولت اقنعك، انت هيفضل الرأي جواك وهتفضل دايما تدافع عنه. طيب هنستغل ده ازاي بقى في الاقناع؟ الفكرة كلها ان انت بدل ما هتقول رأيك للي انت بتبيع له وتحاول تقنعه بيه، هتسأله سؤال وتخليه هو يبيع لنفسه من خلال رده على السؤال ده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انا لو واحد تقليدي وببيع بالشكل التقليدي هقول ايه؟ هل تعلم ان بيع العقارات هو من اسرع الطرق للثراء السريع؟ هل تعلم ان الفيسبوك ادز دي طريقه جباره علشان تجيب بيها ليدز للبيزنس بتاعك بطريقه سهله؟ خدتوا بالكم هنا؟ انا هنا بقول الستيتمنت او الجمله بس من رايي انا. ساعتها حتى ممكن يطلع ناس يقول لك لا يا عم الفيسبوك ادز مش سهله ولا حاجه ان انا اجيب ليدز، اللي هو من باب العند. لكن لو انا حولتها لسؤال وسبت الناس هي اللي تجاوب، هنا الموضوع اختلف تماما. شوف الفرق. لو انت بتحاول تجمع ليدز للبيزنس بتاعك بطريقه سهله وفعاله، تفتكر ايه اسهل طريقه ممكن نعملها؟ وعايزك بقى تسكت وتسمعهم وهم بيردوا. كمثال تاني مثلا، ممكن لو انت في ويبينار بدل ما تقول لهم بقى في نهايه الويبينار او اللايف تريننج، على فكره يا جماعه الحاجه اللي انتوا محتاجينها بقى بنهايه التريننج ده هي كوتشنج او منتور يكون معاك، او تدريب او ارشاد، او ان حد ياخد بايدك، او انت محتاج البيئه المناسبه او الجروب المناسب. ممكن بدل كل ده تسال السؤال وتخلي جمهورك هو اللي يبيع لنفسه. هيبقى بالشكل الاتي. دلوقتي يا جماعه بعد ما احنا خلصنا التريننج ده، خلوني اسالكم سؤال. تفتكروا ايه الحاجة اللي ناقصاكوا علشان تنجحوا في تطبيق الاستراتيجيات اللي احنا قلناها في اللايف تريننج ده او في البرزنتيشن دي؟ وعايزك بقى ساعتها تسكت. ولو انت مثلا في لايف تريننج، لو انت واقف على ستيج خلي الناس تتكلم، لو انت في ويبينار خلي الناس تكتب وشوف ردودهم. هتلاقي الناس بتقول لك ايه؟ هتلاقي الناس بتقول لك الردود اللي انت عارفها. هتلاقي بيقول لك مثلا انا عايز تريننج، انا عايز خطه، انا عايز مدرب معايا، انا عايز جروب معايا يشجعني. طب لما هتسمع بقى منهم كل ده هتعمل ايه؟ هتقول لهم ايوه بالظبط، هتأكد اللي هم قالوه. وبالتالي هنا انت تحولت من مجرد ان انت بتقول حاجة وبتسمع مقاومة منهم وبتلاقي مقاومة منهم، هنا انت بتخليهم هم اللي يقولوا الحاجة وانت بتأكد على كلامهم. امين. وده هياخدنا على تاني نقطة، ان الناس بتنحاز للي بيأكد على كلامهم وعلى آرائهم، لان ده بيحسسنا ان احنا مفهومين. اقوى حاجة في السيلز ان اللي قدامك يحس ان انت فاهمه، ان هو مفهوم، مش ان انت فاهم عموما الحاجة اللي انت بتبيعها. في مقولة بلير وورنر بتقولها في كتابها The One Sentence Persuasion، بتقول People will do anything for those who، الناس هتعمل اي حاجة، مستعدة تعمل اي حاجة للي هيعملها الاتي: Encourage their dreams، اللي هيشجعوا احلامهم، Justify their failures، هيبرر اخطائهم
فشلهم. reduce their fears، هيقلل المخاوف اللي عندهم. confirm their suspicions، بيأكد على شكوكهم. واخيرا throw rocks at their enemies، بيرمي طوب على الاعداء بتوعهم. والحقيقة ان الكلام ده قوي جدا، لان احنا لما بنقول confirm their suspicions، انت لما بتأكد شكوك الشخص اللي قدامك هيحس ان هو مفهوم. هو لما هيبقى شاكك في حاجة وانت هتأكدها له بالفعل هيقولك ايه ده، هو دخل جوه دماغي ازاي، فهيحس ان انت فاهمه، فيبتدي ينحاز ليك بشكل او باخر. احد الامثلة الجميلة جدا في الموضوع ده كان اعلان شفته لفرانك كيرن على الفيسبوك. فرانك كيرن من احد عتاولة الديجيتال ماركتينج على مستوى العالم. فرانك كيرن في الاعلان بتاعه بيعمل ايه؟ في بداية الاعلان بيقولك هاي this is an ad، ده اعلان، وفي نهاية الاعلان انا هحاول اعمل لك اوفر وابيع لك حاجة. دول اول جملتين فرانك كيرن بيقولهم في الاعلان. وتخيل ايه اللي حصل؟ اشتريت منه طبعا. تدري ليش؟ لانه ما كذب. اصل كل حاجة على المكشوف، وانت اقتنعت بالحاجة اللي هو بيقدمها وهو بيكلمك بكل شفافية، هيبقى في مقاومة ليه؟ هو اساسا جاي لك vulnerable، او جاي لك بيأكد لك شكوكه وانه ما عندوش حاجة يخبيها. حاول دايما تشوف ايه الشكوك اللي في دماغ الشخص اللي انت بتحاول تبيع له وجاوب عليها، لان الشكوك دي هتبقى عنده كده كده، فلما انت ترد عليها لوحدك خلاص تبقى انت طلعتها للنور، هي كده كده هتبقى موجودة جوه دماغه، فما تتكسفش ان انت تبادره وتكلمه بيها، وده تقدر تعمله في اي بيزنس. ندخل بعد كده على ثالث نوع من انواع الانحيازات، وهو نوع قوي جدا بنسميه الانكرينج بايس، او ان احنا بننحاز لاول معلومة احنا سمعناها لاول مرة وبتفضل دايما متعلقة في دماغك وبتعمل لها ريفرنسنج او بترجع لها على طول. زي ما تسمع ان في ايفون 20 نازل السنة اللي جاية هيبقى 800,000 جنيه وانت خلاص هتموت بقى عشان تشتريه، فلما ينزل بالفعل وتلاقي ان ابل منزلها ب90,000 مش ب100,000 هتقول ايه ده، ده انا كنت عامل حسابي ان انا اشتريه ب100,000 بس ده نازل ب90,000، ده لقطة، لدرجة انك هتحس ان انت جايبه بخصم لان انت ربطته بالمعلومة الاولانية اللي انت حاططها في دماغك. ده معنى anchoring bias. طب ده نقدر نستخدمه ازاي في السيلز؟ ده انت ممكن تستخدمه بشكل قوي جدا وتربطه باول نقطة احنا اتكلمنا عنها، اللي هو ان انت تسأل السؤال وتخليهم هم اللي يجاوبوا ويبيعوا لنفسهم. لو انت مثلا بتبيع كورس تسويق لعقارات وعايز تبيع الكورس ده للناس بتوع السيلز اللي بيبيعوا عقارات، اللي هو انت بتعلمهم يعني ازاي ان هم يقدروا يبيعوا عقارات بشكل اسرع وبطريقة more efficient وبطريقة اكثر احترافية، فممكن تسأله كالآتي، تقول له مثلا لو كل اللي انت تعلمته في الكورس ده انك تجيب عميل واحد يشتري منك شقة كل شهر، ده هيبقى قيمته ايه بالنسبة لك؟ واسكت. هيبتدي هو ساعتها بقى يحسب، فهو هيقول لك مثلا طب انا لو قدرت ابيع شقه في الشهر، الشقه تمنها 1,000,000 جنيه، وقدرت اخد كوميشن 1%، يبقى معنى كده ان انا هطلع بكوميشن 10,000 جنيه، ده لو بعت شقه واحده بس طلع لي كوميشن 10,000 جنيه. فبالتالي اتربط في دماغه هنا ان لو الكورس بتاعك على الاقل جاب له عميل واحد، العميل ده هيدخل له 10,000 جنيه. تخيل بقى لو انت جيت قلت له بعد كده ان تمن الكورس بتاعك 4,000 جنيه 5,000 جنيه، هو مقارنه بال10,000 جنيه اللي هيكسبهم من ورا الكورس، الكورس بتاعك يعتبر خصم، هو ستيل هيجي له عميل على الاقل ب10,000 جنيه، والعملاء اللي هتيجي بعد كده في الشهور اللي بعد كده هتبقى كلها بالنسبه له بيور بروفيت، ربح صافي. لو جاب عميل واحد فما بالك لو جاب عميلين 3 4. والمفهوم ده انت مش شرط تستعمله لو انت بتعلم اللي قدامك ان هو يبيع حاجه ويجيب من وراها فلوس، انت ممكن تقولها برضو اللي قدامك من منطلق ان هو هيوفر وقت قد ايه، وبالتالي الوقت اللي هيوفره ده هيفيدك في البيزنس بتاعك ازاي، او هيقلل مصاريفك اللي انت بتصرفها في البيزنس ازاي، او اللي هو هيحميك ويحسن صحتك ازاي، وبالتالي هيقلل مثلا مصاريف العلاج بتاعتك اللي انت كنت ممكن تستعملها في المستقبل بقد ايه. تقدر دايما تشوف دخلتها في البيزنس بتاعك بالطريقة اللي انت شايفها مناسبة من خلال المفهوم اللي احنا اتكلمنا عنه ده. شوف دايما ريفرنس وابتدي انسب الحاجة ليه، اللي هو بحيث لما انت بقى تقول لهم التمن الفعلي بتاعك وهم يقارنوه بالقيمة الابتدائية اللي هم حسبوها بإرادتهم في دماغهم، هيحسوا ان الحاجة اللي انت مقدمها لهم عليها خصم جبار. وده هياخدنا للنقطة رقم 4، وهي انك لازم تعمل حالا لايك للفيديو لو انت لسه مش عامل، ولو انت اول مرة هنا لازم تدوس على سبسكرايب، واكتبوا لي في الكومنتات لو في اي تكنيك من التكنيكس اللي احنا قلناها او من الاساليب دي انتوا بتستعملوها لما بتيجوا تعملوا سيلز، سواء انت السيلز هي شغلتك او لو انت بتحاول انت تدخل السيلز في الماركتنج بتاعك او في اعلاناتك او في اي حاجه انت بتعملها في حياتك. الانحياز اللي هنتكلم عنه بعد كده وهو الانحياز اللي هو لما انت عندك قناعه معينه، انت منحاز لقناعة
صناعه معينه، سواء انك هتقدر تعمل حاجه معينه فبتعملها او انك مش هتقدر تعمل حاجه معينه فما بتعملهاش. دي ليها اسم كده اسمه بلاسيبو افكت، هو اسمها كده معرفش ايه بالعربي، بس هو منتشر بشكل كبير جدا في الوسط بتاعنا في الادويه تحديدا، اللي هو مثلا حد يديك دواء معين ويقول لك خد الدواء ده هيخليك زي الحصان، وتاخد الدواء فعلا تبقى حصان، وفي الاخر تكتشف ان الدواء ده مضروب اصلا مش دواء حقيقي، بس عشان انت حطيت في دماغك ان انت خدت دواء فانت خلاص تبقى كويس. التاثير ده بيكون واضح بنسبه كبيره جدا في دماغ اللي انت بتكلمه، وبيأثر بشكل مباشر عليه في عمليه الشراء، خصوصا لو هو مش حاسس من جواه ان هو هيقدر يستعمل الحاجه اللي انت بتبيعها له دي. يا عم الحاجه حلوه على عيني وعلى راسي، بس انا مش هقدر استعملها لمشكله فيا. على سبيل المثال انت بتبيع كتاب للفتنس، الكتاب ده انت بتبيعه مثلا ب 10 دولار، الكتاب ده انت بتقول فيه كل الاساليب الممكنه للتدريب وللانظمه الغذائيه عشان اللي انت بتبيع له الكتاب ده يحقق حياه صحيه ويبقى عنده 6 باكس ويوصل لوزنه المثالي. بس في ناس عندها قناعه من جواها انها مش هتقدر تعمل اللي في الكتاب لوحدها، عايزه حد يشجعها، وبالتالي لو فضلت من هنا للصبح تقنعهم ان هم هيقدروا يعملوها مش هتعرف تبيع لهم الكتاب. طب الحل هنا ايه؟ الحل هنا ان انت تبيع الكتاب بس بشكل تاني. ازاي؟ ان نفس اللي انت بتبيعه في الكتاب هتبيعه بس على شكل تشالنج او تحدي، ان هيبقى فيه مدرب مع مجموعه من الناس بيدربهم مع بعض، بيبقى فيه اكاونتابيلتي او مسؤوليه، او ان هو هيحاسب كل واحد، او ان كل واحد كل يوم هيعمل حاجه معينه وهتبتدي تساعدهم بشكل احسن وبشكل اكبر، والثمن النهائي هيكون اعلى. بدل ما انت بتبيع الكتاب ب 10 دولار بيع التشالنج ب 50 دولار. بس هنا انت خلاص القناعه اللي كانت جواهم ان هو مش هيعرف يعمل كل حاجه لوحده انت نسفتها، انت هنا هتدخل مع جروب. ناس تانية برضو ممكن تقول لك لا انا يا عم ما بحبش جروبات، بتكسف من الجروبات، مش عايز ابقى مع حد، انا عايز مدرب ليا 1 to 1، واحد لواحد. خلاص هو عنده قناعه من جواه ان هو عايز يبقى لوحده، ابتدي جاوبه على قد قناعاته، وفر له التدريب واحد لواحد. محدش قال ان هو هيبقى رخيص، ده واحد هياخد وقتك كله. فبدل ما انت بتبيع الجروب كوتشنج ب 50 دولار ممكن تبيع له ال 1 تو 1 ب 500 دولار، وبالتالي برضو انت هتطبق نفس اللي في الكتاب بس بنظره اعمق، متابعه بشكل احسن، واخد ايده. في مقوله اتعلمتها من راسل برونسون بتقول لك people pay more money for the same product packaged in a different way. يعني ايه؟ يعني الناس بتدفع فلوس اكتر في نفس المنتج متقدم بشكل تاني. فلو قدرت تقنعهم ان من خلال كل اوفراتك دي انت هتقدر توصل للقناعه اللي في دماغهم اللي هم منحازين ليها بالفعل، هيشتروا منك احد اوفراتك اللي هي بتالاين او اللي هي ماشيه مع قناعتهم اللي في دماغهم دي. الانحياز الخامس والاخير اللي معانا هو ان الناس بتنحاز للحاجة اللي شايفة ناس تانية منحازة ليها، اللي هو الكونسبت بتاع السوشيال بروف، ان ناس مثلا جربت المنتج بتاعك وشايفين هم بقى التأثير ده عامل عليهم ازاي، فيبقوا هم كمان خلاص عايزين هم كمان يجربوا. وبالتالي الموضوع ده بيبقى حلو جدا لو انت عايز تبيع حاجة معينة، ما تقولش انت مريت بايه. يعني لو انت مدرب فتنس وعندك 6 باكس، لا مش لازم توري للناس السكس باكس بتاعتك، خليك لابس هدومك ووري نتائج متدربين تانيين معاك السوشيال بروف اللي عندك، هتلاقي ده هيأثر بنسبة كبيرة جدا على الناس اللي هم انت بتبيع لهم وهيقتنعوا وهيشتروا منك. في النهاية حابب اقول الجملة اللي قالها اونكل بن لبيتر باركر في فيلم سبايدر مان: With great power comes great responsibility. مع القوة العظيمة تأتي المسؤولية العظيمة. انت ممكن تستعمل التكنيكس اللي احنا قلناها في الفيديو ده علشان تبيع حاجة كويسة، وممكن تستعملها عشان تبيع حاجة وحشة، وبالتالي هي سلاح ذو حدين. بس لو انت استعملتها علشان تبيع حاجة كويسة، حاجة ممكن من شأنها انها تغير حياة ناس كتير للأفضل، ده هيبقى واجب عليك ساعتها ان انت تبيع لهم، زي ما انا هعمل بإذن الله بمجرد ما كورس الفيسبوك ادز بتاعي يخلص على اول السنة بإذن الله، وساعتها هتلاقوني طالع لكم في كل حتة عشان ابيع الكورس ده. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تكسروا زرار اللايك وتعملوا علامة السبسكرايب لو انت اول مرة هنا، واكتبوا لي في الكومنتات ارائكم، ولو في تكنيك من التكنيكس اللي احنا قلناها دي انتم متحمسين تطبقوه بعد كده في البيزنس بتاعكم علشان تبيعوا اي حاجة. شكرا ليكم واشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام عليكم.